السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي الحلوين، النهاردة هنعمل فيديو مختلف للأخت اللي سألتني إيه الفرق أو يعني إيه فراخ بلدي حر. دايما أسمعك تقولي فراخ بلدي حر وفراخ بيضة وفراخ للشوي وفراخ للشوربة، فأنا حوريكي على الواقع. أول حاجة دول اللي شايفاهم دول الأرانب. طبعا كلنا عارفين الأرانب، في أرانب بلدي وفي أرانب مزارع. في أرانب بلدي اللي هي تربية البيت أو تربية التجار في بيوتهم، في الفلاحين في بيوتهم، ما بتكونش تربية مزارع. المزارع بيبقى لها علف معين. تربية البيت الطيور اللي في البيت بتاكل من أكلنا، فالفرق بيبقى في الطعم والدهون اللي فيها، ما بيبقاش فيها شايلة دهون كتير لأنها بتاكل أكل الطبيعي. أكل العلف بيديها تقل، أكل العلف التجار بيأكلوا الطيور العلف علشان تتقل في الوزن وتتقل في كل حاجة وتبقى فيها دهون. أما أكل البيت، الأكل الطبيعي، بواقي البيت، بواقي الطبيخ بتاعك، بواقي الرز، بواقي الخضار، كل ده بنلفه بشوية علقة صغيرة أو بنحطه كده وبنأكل الطيور اللي متربية في البيت عندنا، فده بيبقى طيور بلدي. هنا أرانب جيت، الأرانب دي النوعين، النوع البلدي والنوع المزارع. أنا بوريكي قدامك على الواقع وبقولك الفرق بين تربية البيت وبين تربية المزارع أو تربية التاجر اللي بيبقى عنده بسم الله ما شاء الله مزارع وبيربي فيها. اللي قدامك دي الأرانب أهي، شكلها جميل بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب، يبارك لأصحابها يعني، وبألف هنا وشفة للي حياكل. هنا بقى نيجي الفراخ اللي قدامك فوق دي، الفراخ البلدي الحر. هي دي الفراخ البلدي الحر. يعني فراخ بلدي حر بتبقى شامورت. بصي بتبقى ملونة وبتبقى شامورت. شامورت يعني ايه؟ بتبقى صغيرة. في صغيرة اكبر حجم في الفراخ البلدي الحر اللي هي مثلا 1600 جرام او يعني كيلو 600 جرام، انت فاهمين؟ ودي الفراخ البيضة اللي انا بجيبها للشوي وللتتبيلات وبنعمل منها البانيه. بنعمل منها ايه؟ البانيه. في ناس كتيره وانا كنت منهم بجيب الابيض صغير وبربيه في البيت علشان يبقى اكل الاكل بتاعي البلدي، وفي الحاله دي بيبقى خلاص انا كده ضمنت ان دي واكله من اكلي. هنا الفراخ البلدي الحر زي ما احنا شايفين بتبقى بلدي شامورت. دايما اللي تعبان، دايما اللي والده، اللي معرفش ايه، بيقولوا لها ايه؟ لازم تاكلي البلدي الشامورت. ودي الفراخ الحمراء. الفراخ الحمراء دي ممكن تعملي منها شوربه وممكن ان انت تحشيها، في منها كل الاحجام او كل الاوزان. اما الفراخ البلدي الحر بتبقى شامورت خفيفه متربيه في البيت واكله الاكل بتاعك البلدي. وهنا الفراخ البيضة، انا عمري ما اعمل شوربه ولا اخد شوربه من الفراخ البيضة صراحة ربنا. اعمل ملوخيتي وشوربتي بالفراخ البلدي الحر. الفراخ الحمراء ممكن ان احنا نتبلها، ممكن ان احنا نحشيها. وادي الفراخ الحمراء بوريها لك من قريب زي ما انت شايفة اهي. ركزي واعرفي الفرق كويس قوي. ليه نركز؟ عشان نبقى عارفين لو اتسألنا، لو روحنا عزومة، لو عملنا مشروع، نبقى عارفين. الفراخ البلدي الحر بتبقى بلدي شمرت واكلة من أكل بيتنا الفلاحي بتاعنا، بواقي أكلنا. وفينا ناس كتير تجار بيربوا في البيت وبيبيعهم، ده بيبقى بلدي حر، بيبقى شكله ملون كده وفي ديوك وفي يعني فيها كل حاجة. الفراخ الحمراء بتبقى واكلة عليقة، الفراخ البيضة بتبقى واكلة العليقة مع أحيانا بيحقنوها أو حاجة زي كده، بس ما فيهاش أي أضرار. ودي فراخ البانيه وفراخ الشوي. اما دي بقى الفراخ البلدي، انا بركز لكم الفيديو الصغنن ده الاخير على البلدي الحر عشان دي حبيبتي، دي اللي انا متربيه عليها مع جدتي، ودي اللي كان السطوح بتاعنا مليان منها وبنربي وبناكل على ايدينا. لازم نكون عارفين الفرق، وان شاء الله بالف هنا وشفا. الاشتراك وتفعيل الجرس مع اللايك للفيديو. سلام عليكم.